الله يحيي ابو ياره. الله يبارك فيك. نواف يوم كنا على ارضه والجمهور في الرياض اكرمنا. اي والله ما قصرت. اي والله الدعوه ذهاب ويا هذه ما طرت على بالي. حماس الحين هم تقدم علينا ثلاثه الرياض. دمرنا الجمهور هو. جينا المدينه باذن الله ندبر عليه ست. الحين برضنا احنا. برضنا اي. جمهورنا شو يقول؟ بس انهم يبغون يتغلبون. طيب تبينا نمر ناخذنا طلي الحين ناخذنا طلي لا طلي لا شيء طلي انا هذا حقته النسايب وحقته للنسيب بس نسيب عشان طيب طيب الحين شو نسوي طيب شو نسوي لا احنا نبي عشاء خفيف عشان ما يجبر فعلا صح شوي شوي ها بيار هذا لا وزنه كم عرفنا ها تقييمك الشرع استانس انت على الزيوت حياة يا اخي حياة متطلبات الحياة متطلبات الحياة ابن ادم مع اللقمة يا مرحبا اي والله والله انا مو حقك يا اخي بس نبيك على راحتك ليش؟ عشان نجذبك ايوه صح صدقني لو سوينا عشاء كبير والله ما تجينا والله انا اقول لك دائما يا حبيبي ما ابي رسمي يا حبيبي ما يبصحوني قبل شوي نتكلم عن العزائم انه لو صار لك صديق من منطقه وجاك وانت تمون عليه ما ودك انك تذبح له عشان ما يجفع هذا واقع صحيح ترى يجيك مره ثانيه هذا اذا انت عزه يعني عشان يجيك مره وثنتين وثلاث لو ذبحت المره واحده خلاص تصير الوضع بينك وبين الرسميات ولا عاد يجي الا مين ابو يارا الا الطرقي 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 غير الطرقي ذبح الطرقي عاد هذه في غير الطرقي اقوى من الطرقي هذه من راسك لا النسيب هذه منك انت ويا لا من هذا صحيح ترى اقوى عزائم انا حقت النسيف كلها من المره طيب اخوي جاء ابوي جاء ذبايح فيها برتقال وفيها حاله وفيها دنيا طيب وخطير لو ما تعزمه او تزبط العزيمه تسحب منك اذا ما عندك يسحبون المره اذا ما عندك عيال اذا ما انت خدمه قديمه مع امره مع كوب بزوره يسحبونه يسحبونه لك قصه مع العزائم ما تنساها لا والله ما انساها انا كنت مصبح سهران ولابوي عنده غداء عنده ضيوف ايوه وانا ادخل طول عمرك يوم دخلت له يقول حياكم الله قلت وانا قلت ما ارجع قلت له لا اعوذ بالله سهران وذبحنا الجوع وانا قلت محو من الناس وهذا ما ادري عن عمري وانا اجلس اقوم اكل اكل وهي ادخل ضميري شوف ما علمني ايش قال؟ قال انت شبعت قم راح ارقد انت تعبان وشبعان وانا متخدر وانا ابوي قلطنا القلطة الأولى وقمت قبل الضيوف يقول ولا أحد وين أقول ضيوف يطالعون في ويطالعون في غدا رجيت هذا ولدي عليه قل صح ولا أنا يا ولد ضميري يضحك سود الله وجهك سود الله وجهك ما علمتني من اليوم ويارا شو وضعك مع العزام يعني زي أنا بالنسبة لي ما كل عزيمة حضرها بصراحة رغم انه في الدين ترى اذا دعيت لازم انك تجيب شيء ضروري لا دعاني طول عمرك بعض الناس انت على حسب على حسب ما هو والله كل العزائم عزائم مختلفه ما عاد زي اول اي كلها علوم وفيها نص عزائم فيها حش صح كلام في الناس وهذا فلان مدري انت جاي تستانس تستانس هذا طول عمرك بلش غير النشته متوظف زاد راتب انت ايش تبي انت تشاركني بالراتب ما اخذت الثانيه خذ الثانيه ايش تنكبر انت في ناس اسفاها بالمجلس يروح يعلم مرته ومرته ثم صارت مصيبه لا يا اخي غلط السبب عزيمه انا مره حضرت بدري دريت لاني اشيل مع الزوالي واشيل مع لين تعبت وانا اجلس طيب جلست ورزقنا الله بولده وعليه يعني قل صح الله يشفي تعبان استغفر الله الله يجلس بجنبي وجمع مع جنبي هذا جم اعطيه ريالين اعطيه خمسه وكل شوي جموع ويسحب عمامته يا ولد لا هذا تعبان يبي زياده واعطيه لين وصلت 10 ريال قلت والله ما يذوق لو 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 يسوي اللي يسوي يا محضره والناس طول عمرك حسب خلاني اخذ علي راجع يا ولد يمتحني لين لا تجي بدري لاني عرفته انا نفسي بدري فلا تجي العزيمه بدري ضمن الاتيكيت ابو يارا انك يعني اذا كنت انت المعزب تنوع بالاصناف الموجوده فهمت هذه تو طايحين فيها الناس هذا الصح من اول ما في غير رز ولحم وما هذا ما في تنوع وش هو ترى تقدر لو تمون على ضيفك انك تدق عليه تقول انت وش مشتي ما هي زينه عشان تعرف وش ياك لانها بالنهايه هي نعمه التالين هذه صح بس من اول
ما هي صح، ما تشوفنا صح؟ ما سنة. ليه؟ بالعكس جدا جميل، لانه اكل تبي تحطه في النهايه ودك انه يوقع صح؟ والله تدري والله ابى اتنازل انا. حلوه ذي عجبتني، تخلى اللي يزعل يزعل. غير كذا لا تجبر ضيفك على صنف موجود عندك. يا سلام عليك، خلي ياك واحد على ربيان، انا حساسيه من الربيان طول العزومه كذا. والله بخير، والله انت في فمي بخير، واحس جوا فمي فيه نفوخ. ما هي عزومه كل ما اجلس الكلام. الكلام اللي قاعد يقوله صحيح. ايه وضميري قلت ليش تستاهل، ويضحك جو انكتب جو. من الاتيكيت برضو في العزايم ابو يارا انك تشارك ضيفك بالاكل، يعني تاكل معه. تخيل كنت الضيف وانا المعزب، يوم حطيت الاكل جلست اشارك. الرسميه كذا وين؟ تتلاشى. ايوه تتلاشى، حتى الرجال اللي عندك ياكل زي يرتاح. اي لكن واقف معه عكس راسك. انك تاقف فوق راسه ويا هلا ويا مرحبا. أيوة. بس انها هذه طبعا تكسر الحاجز اللي بينك وبينه. غير كذا اذا كنت انت ضيف ابو يارا وعزمتك انا، ما تجيني انت ومعك شخص ثاني. ايه هذه صح، هذا من الاتيكيت. ايه في ناس يجيبون شله، انت عازمه وجايب شله، يقولون مع عشا فايت. عشا فايت يعني كلمه عشا فايت هذه انساها انساها في اتيكيت العزايم. عموم يا جماعه الخير، انه انا فكرني من كلمه العموم، فكرني برقيب الله يذكره بالخير. العموم العموم انزل الميدان، انزل الميدان على المسجد. طيب بالنهايه يا جماعه الخير، احنا نتكلم انه اكرم ضيفك بطريقتك بعاداتك والجود من المجود بتقاليدك والجود من المجود مثل ما قال ابو يارا، واهم شيء الطرقي والنسيب والنسيب. لكن احنا نتكلم اذا كان عندك شخص جايك من بعيد وانت تمون عليه، دائما حاول انك تخلي البساط احمدي عشان انه يتردد عليك اذا انت تحب. ابو يارا المقطع ذا مذيع يساله وحده وجالسه تجاوب، اذا انت جاوبت افضل من اجاباتها على ما يشهد المتابعين لك 1000 ريال، لكن بشرط انك يعني اجاباتك تكون افضل واسرع. والسؤال اللي ما تبيه انقزه. طيب يلا بسم الله. مين اخطر انسان بالحياه؟ من يجرح مشاعري. شو اجمل هديه بالحياه؟ ايفون. التسامح. مين افضل ملجا بالحياه؟ المغاره. الله. مين اهم الاشخاص لك بالحياه؟ لا في عوال. الأهل. شو أجمل شيء بالحياة؟ الأكل. أجمل شيء. شو أكبر سر بالحياة؟ الموت. شو هي أسوأ المشاعر بالحياة؟ الحب. السلام الداخلي. شو أسهل شيء بالحياة؟ الأكل. إنك تغلط. شو أكبر عقبة بالحياة؟ اللي في الجنوب. الخوف. شو هو أكبر خطأ بالحياة؟ إني عرفت بعض الناس. إنك تتنازل عن مبادئك. وأكبر هزيمة بالحياة. إني إجازك. شو هو الشعور الأسوأ بالحياة؟ لا أعلم. حسد. الأول أكثر فعالية بالحياة. خذ عساها بذمة اللي قال يستاهل. نعم خلنا مجاوب. أنت مجاوب صح، لكن في بعض الأجوبة خطأ وفي بعضها نقزها. أنت تقول نقزها الحين الملجأ المغارة. الله يا أخي. إيه بس أنا ما سمعت آخر شيء. أنت ما تقولي صراحة قبل أخلص السؤال. قادح على الإجابات. أنت فيها قادح. لا أبيها قادح زي الرصاص. احمد ربك والحمد لله. انا دائما شيء بيدك احسن. انا دائما ادعي ان الله يرزقني بسبيك عليه قل صح ومعه فلوس. هذه الله يجزاك. الله يسامحك. تقصد خويك. ما اقصد انت، انا ادعي الى الحين يا رب. وش جابه؟ عليه قل صح ومعه فلوس. انت المشهور وين حاط لي هنا 500,000؟